اللام الشمسية واللام القمرية. اللام الشمسية هي لام تكتب ولا تلفظ خلال القراءة، والحروف التي تليها تأتي مشددة أو ما هو متعارف عليه التضعيف، وهي التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، نون، لام. نقول الشمس، الشمس، النقود، النقود، الرجل، الرجل، الصدق. اللام القمرية هي لام تكتب وتلفظ ويلزمها السكون، وتكون الحروف التي بعدها غير مشددة أو مضاعفة، وهي ألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، ميم، هاء، واو، ياء. ومثالها القمر، المدرسة، الباب، الكلب.